مساء الخير لمشاهدي الاو تي في، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج حكي على المكشوف. ضيفي لليله فنان لبناني عرفناه بصوته الجبلي المتميز واغانيه التراثيه والشعبيه. الفنان والمؤلف الموسيقي هشام الحاج راح يكون معنا الليله ليحكي على المكشوف، تابعونا. فنان هشام الحاج، اهلا وسهلا فيك معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك دانيا، أنا نورتنا بهالحلقه. انت منوره تسلم. بالاصفر ومنوره بجمالك. تسلم، كلك ذوق. تسلم، بدي احييك وحيي كل مشاهدي الاو تي في الليله، ان شاء الله مضوا حلقه حلوه. حلقه حلوه معنا، اكيد هي بالفعل حتكون حلقه حلوه. قبل ما بلش، انت اول شيء جاهز تحكي كل شيء على المكشوف؟ حاضرين. ما بتخاف من شيء؟ ما بتخاف من شيء؟ ايه، احلى شيء هيدا. لجوج محضرتيلي انا. شوي شوي. قال قبل ما بلش انا وياك، خلينا نشوف سوا هيدا التقرير اللي بيضوي على مقتطفات من اعمالك. تؤمر حبيبي ومن عيني، تؤمر حبيبي وانا حاضر، تؤمرني حتى بايه، تؤمر بقلبي حبيبك، تؤمر بعمري بإيدك، تؤمر بروحي يا روحي، والله روحي فداك. شفت الورد وسألته عني، خبرني أخبار دار الورد جماله مني، لو من خدودي صار. قولي شي هشام. يعني كنا عم نحكي انا وياك تحت الهواء قديش حلو الواحد يشوف هالسجل الحافل من الاغاني. شوف الماضي واحد. والحاضر. الماضي والحاضر. كان وجهي ببي هيك، كنت صغير شاب. لكن بشفت الورد، يعني كنت مثلا كل يوم جيم لحتى نشفت على الاخر، ضعفت منيح. بس شوف حالي بضحك عن جد، قد ايه بتنبسط بهيدا السجل. شفت الورد بعد ضاربي لهلا، حبيبي انا بعد ضاربي لهلا. تؤمر حبيبي، في كثير ناس بالوطن العربي بيعشقوها بشكل مش طبيعي. الأغلبية بعدهم ضاربين. بنبسط هلا، ما حدا بحب حاله قبل.
عرفتي دائما بنشوف حالنا يي الله اذا بتشوفي صوره قديمه عندك بتشوفي ما لكل عصر له شكله يعني ما بقولوا لكل وقت له شيء بنبسط بنجاح الاغنيات بنبسط باستمراريه هذا النجاح بعده مستمر وحيستمر الحمد لله. طيب خلينا شوي نرجعك للطفوله بما انه كنت عم تحكي بعدك بيبي خلينا شوي نتذكر هالطفوله انت مواليد ال 74 ما بهمك تفتح عمرك اكيد من عين توره شو بتخبرنا من ذكريات شو بتحمل من هالطفوله الحلوه كانت حلوه مش حلوه شو بتحمل بعدك من وقتها ما في اجمل منها انا دائما بس اطلع على الضيعه عين توره بس اوصل على بيت اهلي بذكر هذه الكلمه ليت الطفوله تعود يوما مش ليت الشباب لا مش ليت الشباب لانه الشباب بعدك شاب بعدني شاب بس الطفولة أهم من الشباب أنا برأيي حتى لو كبرت بعدين أنا بقول الطفولة رح تضل أهم من الشباب هي أحلى مرحلة لأنه أحلى مرحلة بالحياة لأنه بس تتذكري بالضيعة بي وعمي معمرين بناية حواليها في أرض بذكر الحمام الأرانب الدجاج كنا أولاد أنا وخي عصام يعني ربيناهم كنا هالقد عندنا هاي الهواية هواية تربية الحيوانات وأهلنا يشجعونا أنه إيه جيبوا حطوا كذا على السطح وتحت وفوق وكذا ما بتنسى ايام نلعب بالثلج كيف نعمل معارك بين بعضنا نحن الاصحاب بطماميل الثلج ونضرب بعضنا بعض. ما بتنسى كيف النط من سطح لسطح لانه بتعرفي الضياع والطيبه اللي كانت موجوده بالضياع بهذيك الفتره وجلسات الصاج وقعدات ستك وجدك يعني هودي بتفقدهم بفقدهم هلا مش موجودين خلص الوقت بياخذك من كل شيء بخصك وبيبطل عندك مجال ترجعي مثل يعني عسيرة بس انا بس يصير عندي وقت برجع بطلع على الجرد وبقعد وباخذ ابني معي ترجع بتستذكر هالطفوله على الارض تعيشوا اياها بحب الصيد بحب يعني هيدي المرحله بالنسبه لي طب كنت عم تستذكر والديك انه كانوا يشجعوك على تربيه الحيوانات وكانوا يعطوك المساحه الكبيره مثل ما بيقولوا لتقدر تعبر فيها شو بتخبرنا عنهم اليوم شو بدي خبرك عنهم شو بتستذكر منهم قد دعموك يعني أكيد كمان خلال أكيد مرحلة أكيد الغناء بيي وأمي كتير أثروا بمشواري وهن اللي دعموني وهن اللي عن جد مش مثل بعض الأهل إنه ممنوع ومسموح وكذا بالعكس أنا جدي بيي كان يغني بالإذاعة اللبنانية هذا الشيء ساعدني أنت أكيد عندك تاريخ فني حافل نعم يعني من جدود مثل ما بيقولوا مزبوط بيي كان عنده حلم إنه بيي يصير مطرب كبير لأنه بيي كبير البيت جدي ما كمل فلما جيت انا كانه الصوت سبحان الله انتقل من هون لهون ورثه صار بيي بالعكس يعني يشجع هذه الفكره وفتره بدايه يساعدني يعني والدتك وامي من الاصوات الحلوه بس ما غنت اكيد ما غنت لا ما غنت بس رتلت بالكنيسه كثير يعني فكانت على طول بالترانيم الدينيه الاولى على طول بالصداره فالحمد لله انه دعموك منيح يعني طيب دعمهم لإلك قد ايه يعني اثر بمسيرتك يمكن هيدا اللي خليك انك تفوت ترجع تدرس بجامعه الروح القدس لمده 6 سنين اكيد دعمهم لإلي يعني حتى بي وقت اللي نزلت بتذكر ما كان معي سياره بعدني خاصه يعني انتو دايره سعود وتاريخ كثير دعموني بهالموضوع هن علموني بالنهايه حتى طلعنا ما كنت بعد بلشت اشتغل يعني فدرست يمكن بهذيك الفكره ما بفكر كثير واحد انه هالقد يدعم اولاده ليدرسوا العود والتاريخ الموسيقى ويفوت فيهم تفصيليا أنا يعني انا قررت انه ما بدي شيء الا الموسيقى وسالوني قالت لهم ما بدي شيء الا اني مشي مع طموحي فدرست مده حوالي 4 سنين بالكاثليك بجامعه روح القدس موشحات وغنى شرقي وعزف على العود وتيوري وسولفاج بتعرفي يعني كثير شامله الخبريه فوكاليز درست الانجليزي بهداك الوقت كمان بالامريكان سنتر لانجويج يعني كنت عم برسم طريقي لحالي يعني انا اليوم بقول انه طب لحظه لما اكتشفت موهبتك انت يعني شو بتتذكر من هيدي اللحظه اذا بدنا نرجعك شوي قديم كثير لورا على الطفوله لما تفوت على دخول الفن لمعترك الفن بتذكر لما طلعت اول مره بعمر 13 سنه ونص او 14 سنه وخيطت لي امي التياب الجاكيت امي كمان تخيط اصلا هي وعملت لي بابيوني وهيك ورحت تغنيت بمطعم كان اسمه لو باساج ببلوني لانه خالي خي لامي بيعرف شخص بغني هونيك فرحت تغني انت فرحت غني اخذوني
وولد كنت، بتعرفي الناس بس شوفوا حدا صغير كانوا يتأثروا وقتها بالوصوف يقولوا طفل معجزة ومدري شو. صح. فكنت أنا بهيداك الوقت كنت كتير كل حدا كان يبلش صغير كان يغني لأبو وديع، بتعرفي ترغلي يا ترغلي ودبنا هالأغاني هذه. فأنا غنيت كم شغلة والناس جنت انبسطوا فيك. موهبة بتبقى. كان صوتك قوي بوقتها؟ كان صوتي بسموه فوا دونفون، صوت الولادي اللي هو كتير رفيع كذا هيك، بس ببين القوة مقدرة الصوت. كيف هلا شفنا بالذا فويس الولاد اللي البعض منهم بكاني، لانه انا تذكرت انه بلشت بهالعمر، تذكرت حالك. بس تعرف اني هلا محظوظين اكثر لانه على وقتك يمكن ما كان فيها هول البرامج وما كان فيها الدعم الفن اللي عم يشهدوه. اكيد اكيد هلا اخذوا ضجه كبيره وانا عن جد حبيت كثير. طب انت مين كنت داعم بوقتها بذا فويس؟ هلا بالنهايه نحن رحنا على اللبنانيه على لين حايك، تستحق اللقب، تستحق. بتعرفي لانه كمان رحت على طرابلس من بعد ما خلص البرنامج انا وضعيوني على هيك مثل تكريم للين او شيء. ف سبقوا انه كان في مدام منى الصايغ بعرفها كانت تدرسها، ومره اتصلت فيي قبل البروجرام عم بتغني لي موال وتقول لي اسمع لي هالصوت. انا اندهشت قبل ما تقدم، قلت لها عن جد رائع صوتها. لما قدمت تبعتها والبنت بتبيض الوجه، وكل يلي اشتركوا حتى يلي طلعوا يعني يلي صاروا كمان اصواتهم حلوه فعلا. اصواتهم ما بتذكر اسماء بس اصواتهم كثير رائعه. هودي الاولاد اجوا ليقولوا للجيل اليوم يلي عم بغني انه بعد في اصاله، وكثير نحن بحاجه انه في بعض من الشباب الجداد يلي بيغنوا ما بينتبهوا على الشعر او بينتبهوا على اللحن او كيف عم بيقدموا. لازم نعرف انه في باز اساسي بالفن، هو هالعمالقة الفن العربي يلي قدموا الاعمال الكبيره اللي نحن كانه عم هيك اخر همنا ماشيين وناسين كل هذا التاريخ ورانا. يعني حستك عم ترجع تقول انه ما بقى في زمن الفن الجميل. عم تفقده بعد اليوم؟ فيه مش عم بفقده بعد فيه بعد فيه ما فينا نعمم، لانه اليوم في ناس مرتبه عم تغني عم تقدم اعمال حلوه. ودائما بالمقابل في اشخاص مش عم يلتزموا بهيدا الشيء اللي عم تحكي عنه. ايه في اشخاص انتبه من حيث لا يدرون يمكن، لانه اليوم الشاب لما ببلش يغني جديد في مسؤوليه كبيره على الشعراء والملحنين كمان يلي بيقدموا اعمال، كيف بيقدموا لهم الشعر، شو الشعر اللي عم بيغنوه. وانا دائما بمقابلاتي بقول يعني اسمعي اغنياتي القديمه والجديده. الاغنيه الشعبيه مش معناتها موضوع يعني مبتذل او شيء بيوحي لما بعرف جنس او عنف، مش هيدا الفن اللي الموجود يعني هلا عم تلاقيه موجود كثير. يعني هي ثقافه شعوب يعني الفن هو فن. طيب ما انه انت هلا هشام عم تحكي كنت عن فن الزمن الجميل، لمين كنت تسمع اكثر شيء لما كنت طفل يعني اول بداياتك 13 سنه عم بتقول غنيت، لمين كنت تغني؟ بمين كنت تتاثر تقول انا حلمي مثلا غني لهيدا المطرب؟ هلا شوفي اهم شيء نحن عندنا بلبنان دغري بنسمع استاذ وديع، يعني وديع الصافي الله يرحمه هو الـ هو الـ عمالقة هو الفن اللبناني يعني حقيقه. يعني ناصر شمس الدين، وديع الصافي، محفوظ الالقاب كلهم عمالقه. يعني زكي نصيف، انا باستوديو الفن غنيت لاستاذ زكي، غنيت يا جار رضا، وغنيت يعني غنيت اشياء رحبانيه مثل هلا هلا يطرب عنطوره لانه ضايعتي يعني. ايه طبعا. واشياء مواويل قديمه وشرقيات، واكيد ست فيروز وصباح، وبعدين ام كلثوم. يعني العمالقه اكيد ام كلثوم بعشق لصوتها، صباح فخري، مين بدك، عبد الحليم وعبد الوهاب اكيد. كنت تغني لهم كلهم عمالقه مصر ولبنان وسوريا وما كان، لانه بتحسي انه فعلا بتحب هيدا الزمن، بتحب هيدا الفن الحلو الراقي. يعني هيدا اللي بيأسسك على انك تبني يعني ثقة بالنفس لما بتغني اي شيء بالحياة. بعدين لما رحت على الكسليك درست الموشحات كمان بحيي مدام عايدة شلهوب كمان استاذتنا كانت، يعني درسنا كان في ثقل بالدراسة الفنية. وتقعدي يعني تغني بالموشح ساعة تحسي انه في كثير حاسة من حكيك اليوم يعني عم بتوجه رسالة انه الفن هو مش شيء عابر مثل انه تطلع وتغني، يعني له دراسة خاصة. يعني كيف تعرفت على زوجتك مارلان؟ هذه خبرية قديمة.
قديم كتير وحلوة. قديم كتير. تعرفت عليها كان عمري. قديه صار لكم مزوجين قبل؟ رح يصيروا صاروا 13 سنة تقريبا. وعندكم ولد عمره 8 سنين ونص الله يخلي لك. إيمانويل عمره 8 سنين ونص الله يخلي لك. عملنا له قربانة من جمعتين. كان عمري 14 سنة. 14 سنة أو أقل شوي. كان عمره شي 12. طلعت هي من عنا من الضيعة كمان من بيت الحج، هيك صادفت يعني. صادفت. كانوا عايشين ببيت الشعار وطلعوا على الضيعة بالصيف مشوار، وأنا ولد 14 شفتها سنة كانت لبسي شورت أبيض. هي 12 سنة كان عمرها. إيه. فقمت مشيت حدا على الطريق تك 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 ومشيت حدا تحركشت فيها. وصرت أحكي معها، كانت رايحة عند عمتها، تمشينا مع بعض، أنت من وين وكيف شفت هيك جمال جديد بالضيعة؟ خبريات ولادي يعني. هيك كنت تراقب الجميلات بالضيعة. الجميلات الجداد. ف لما حكيت معها بعدين سبحان الله يعني رجعت شفتها بنفس اليوم بالدكان، رجعت هي، بس كيف رجعت ولا رجعت سقبت انا هونيك، فانا بتجد التقيتوا بالصدفة عندهم دكان. قالت لي شو طلع لي بالتيكوتاك؟ قلت لها هاتك طلعتي لي باللوتو انت. هيك بلشتوا هيك من عمر 14 سنة مبلش. ايه بلشنا نلطش وكذا وبلشت العلاقة. وسبحان الله يعني انا بعدين هني ما كانوا بالضيعة ساكنين، صرت راسلها مثل ايام خبريات القديم، تكتب لها مكاتيب يعني، تكتب لها مكتوب. وكان حرب حربات وحرب التحرير وخبريات، ابعت لها الى حبيبتي مدري شو كذا انه انا اشتقت اليك وها انا اموت كذا. خبريات. انا كنت حب شوي الادب العربي يعني، كنت حب الانشاء يعني مواضيع الانشاء. قصة حلوة طويلة. بدها حلقة. أي متى بدها حلقة لحالة؟ بس أي متى تزوجته؟ بال 2002. يعني هي كانت أول قصة حب بحياتك؟ إيه هي أول قصة حب. يعني وآخر قصة حب؟ في هيك كان أشياء الأولى والأخيرة يعني كانت. إيه ضلت هي ثابتة يعني من بعد ما أنا طبعاً إحنا مش إنه ضلينا مع بعض، كنا بعيد عن بعض. بعدين لما صرت انا غني وسافر. قد ايه كان عمرك لما تزوجت؟ كان عمري 30 تقريبا. والله مخلص يعني بعد 16 سنه تزوجت. ايه انه ضليتك تحبها تقريبا 16 سنه، حتى لو ما انه ضليتكم تشوفوا بعض يعني. ايه نحن هلا صرنا شيء فوق 27 سنه بنعرف بعض. الله يخليكم لبعض. بتعرفي لانه في اثنين بيتفاهموا بالحياه. وبعدين لما انا بلشت سافر واتعرف بالحشريه صاروا الكبار يقولوا لي خيي ما فيك تضلك على حب الطفوله. عرفتي؟ صرت انا بدي اعمل علاقات يعني، صرت اجرب اني اعمل علاقات لاكتشف انه فعلا انا هيدي الانساني بدي اياها او لا. تتاكد من حبك لها. تتاكد من حبي لها. ف فعليا ما اشعر الله يخليكم لبعض في شيء ما بيشبه. بس هشام انت بعيد يعني عن القيل والقال، كان بدي اسالك قد ايه بتاثر هالاشاعات على زوجتك؟ يعني بتعرف انت تحت الضوء وبيتعرض كثير الفنان لاشاعات وقيل وقال، بس انت يعني بعيد كثير. بعيد لانه عازل حالك، مقرر تعزل حالك هيك يعني انت؟ قصدك اشاعات اللي مع النساء وهيك يعني؟ كل شيء، اي اشاعات. انا الحمد لله بالوسط الفني اشاعات عن النساء ما عندك ابدا يعني. ما بنسمع اخبار عنك. هيدي نعمه لانه انا رسمت لي خط يعني نظيف، يعني ما بديش احكي عن حالي لانه الناس بتحكي عني. لما الانسان بيكون عنده شوائب ومشاكل، طب انا بتفاجئ اليوم انه المطرب مختلف هو الملحن، او لازم يكون قاعد بقعدات مشبوهه، او لازم يكون تيكون شو يعني. طب بس انت كيف علاقتك بالصحافه؟ لانه سبق وصرحت قبل انه خلص بطلت صحافه نظيفه مثل ما بقولوا، صارت مثل التجاره. لا انا بصرح حسب المواضيع انحكى انحكى بالاعلام انه الصحافه، بعض الصحافه اكيد مش كلهم، لا ما بنجمل نحن، بتحس انه بيخدموا ناس على بقصص وكذا وخبريات. فانا بحب الناس يلي بتقدر الفن للفن. عرفتي؟ بحب الصحافه بس الصحافي اجمالا انا والصحافي كثير منيح يعني، انا ما ايه عندي ما مشاكل. ما عندك اخبار معهم؟ لا ابدا، لانه بحترم الكل وكلهم صاروا يعرفوا كيف انا بفكر وبيعاملوني مثل ما انا بحب. يعني عم بيعاملوك على نمطين اللي عم تعاملهم انت فيها قصص لحتى انه لازم تعمل، ما بتعمل سكوبات، سكوبات لازم اطلع اعمل قصه لمدري شو لتاخذ شهره. انا برايي اعمالي اللي شفناها
ويلي ناس بتعرفها سجل الحافل اكيد هي اللي بالدارحة. لازم تحكي عني مثل ما كانوا. برجع بقول لك يفكروا هالمدارس الكبار ما كان في شيء اسمه روح دروب فلان ليحكوا عنك، ما كان بوقتها سكوبات هالقد قويه وقيل وقال وعملنا وسوينا تياخذوا شهره، كانت اعمالهم واصواتهم يعني هي تنزعجي انه نحن عم تحكي عنهم. يعني نحن بلبنان صراحه قرفانين مشاكل السياسه مظبوط، فما بحاجه كمان مشاكل فنيه، ما بحاجه بالفن نجي يا خي الناس عسيرت. انا وياك حنحكي مطولا عن السياسه والفن بس بالمحور الثاني، بس بهذا المحور ما فيني اختمه بدون ما اسمع غنيه لإلك من الاغاني اللي انت محببه على قلبك يمكن، والاغاني اللي بتعتبر انه هي كانت سبب شهرتك. بدك شيء من القديم اذا بتحب انت، لانه قطعت غنية هلا قلت انه انا هيدي بحبها لانه بعدها لهلا كمان مشهوره. في عندي غنيه اسمها قولي لهم على البيت بفوت، عمرها من ال 95 نسمعها هلا لك. اليوم ضاربه بمحلات الليل انا ما بعرف ليه، يعني كل ما بروح او بيكون في ناس بيبعثوا لي فويسات على محلات مطاعم بعد لهلا عم بيغنوها الون مان شو دائما ما بعرف ليه، وانا بحفلاتي ما بتفاجئ انا بحفلاتي ومهرجاناتي دائما مطلوبه. ما بعدك عم تحكي انه لانه فنان كلمات فهد ولحن سليم يمين وبنسمعها. بدهم بيت من الياقوت بعمر لك على الغيم بيوت، بدهم بيت من الياقوت بعمر لك على الغيم بيوت، وبدهم فيك يموت بموت شرط تكوني حلالي. قولي لهم على البيت بفوت بصرخ بالصوت العالي، عشقان وحبك مبفوت مهما يكلفني غالي. بدهم بيت من الياقوت بعمر لك على الغيم بيوت، بدهم بيت من الياقوت بعمر لك على الغيم بيوت، بدهم فيك يموت بموت شرط تكوني حلالي، بدهم فيك يموت بموت شرط تكوني حلالي. كان غيره ما بدي لولا تقدم لي سلطان ما بيلمس يدي، قوليلن قوليلن لو من مكان غيره ما بدي لولا تقدم لي سلطان ما بيلمس يدي، حاجي كل ما عاشق طل يرشوا له الزنبق والفل، حاجي كل ما عاشق طل يرشوا له الزنبق والفل، قوليلن من بين الكل ما في عاشق بدالي. قوليلن عالبيت بفوت صرخوا بالصوت العالي، عشان حبك مبفوت مهما يكلفني غالي. بدهم بيت من الياقوت بعمر لك عالغيم بيوت، بدهم بيت من الياقوت بعمر لك عالغيم بيوت، بدهم فيك يموت بموت شرط تكوني حلالي، بدهم فيك يموت بموت شرط تكوني حلالي، شرط تكوني حلالي، شرط تكوني حلالي.